هل تمرين الحديد زين حق الاطفال؟ والله الاسئله هذه وايد من الاولياء الامور يسولف وياك يقول لك العب عيالي حديد زين ولدك كم عمره شو لك حديد؟ آه يعني خلينا نقول ولدي انا 13 14 سنه تمام ريال بس لا آه زين ولدي انا خلينا نقول يلعب كره أو يلعب من اللعبات الجماعية. أي أه... لعبة حديد كوتش؟ أه... لأ لأن سبحان الله أنت الطفل أه... شيل الحديد الثقيل راح يأثر على نموه، طبعا كلام مو كلامي، كلام الأخصائيين والدكاترة اللي مهتمين ويعرفون مواضيع الأطفال وطريقة نموهم. طبعا احنا احنا دائما نستند على دكاترتنا واخصائيين عشان ناخذ المعلومه الصح منهم فالحديد للطفل غلط لانك انت راح تاثر على نموه الناس تقول انه يمكن ما يطول الطفل يصير يعني مثلا يعني يوقف طوله شوف يوقف طوله ما اعتقد السالفه هذه صحيحه لانه كل طفل هو على الجينات اللي هي اللي هو مثلا اذا كان على طالع على معمة على خواله طويل قصير ف بس الحديد حق الطفل راح ياثر عليه وعلى هم ثانيه على النمو ماله ف انا ما راح العب ولدي حديد شلون ابي اذا بقوي عضلاته؟ اسهل شيء انك تسوي حق طفلك انك تعطيه تخليه يسوي التمارين اللي يسمونها تمارين آآ آآ شيل وزنك يعني انت تستخدم البدي ويت اللي هو, اللي هو وزن الجسم فتعلمه يسوي تمرين الريول صح طبعا كل تمارين الريول تقدر تدرب ولدك كل تمارين شنو تشوف قدامك تمرين خليه مره التمرين هذا بس من الحديد تدري انت اذا صقلت في السالفه هذه وخليته انه اه خلينا نقول خلينا نتكلم بس عن تمارين الريول اه انه يتمرن اه كل يوم اه ما عدا مثلا يوم بالاسبوع او يومين بالاسبوع ما يتمرن بس كل يوم يتمرن على تمارين مالت الريول صح راح تبني اساس بجسمه اه ما شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى ما راح تلاقي انه يتاثر باي مثلا عوار ان كان او راح تلاقي نشيط فوايد مهم انك انت توصل المرحله هذه حق طفلك انه تقوي ريوله من صغره مثل سبحان الله مثل لاعبين الجمباز تلاقيه ما شاء الله صغيرون بس تبارك الرحمن ينط ويلف ويسوي باك دايف يسوي سوالف ليش؟ لانه التمرين اللي يعطونه اياه كله على فكره يسموها تمارين البادي ويت يعني ما يشيلون حديد. هذا اذا قلنا عن تمارين الريول حق الطفل. اذا زين انا ابي مثلا اقوي صدره، اقوي ذراعاته، اقوي كتفه سهاله. علمه شلون يسوي بوش ابس اللي هو الضغط بس بالطريقه الصح. وايد وايد مهم انك انت تعطيه الطريقه الصح بالبوش ابس لان لها لها كذا طريقه ولها كذا زاويه بس في لها زاويه معينه وشلون انت تحط دينك وشلون انت تحط ريولك وتخليه يسوي ضغط زين كوتش هو مو قادر يشيل نفسه ممتاز جدا ممتاز شو تسوي انت؟ تخليه اه يسوي باليوم هذا طبعا اه النصيحه هذه لكم ببلاش تخليه باليوم يسوي يحاول يسوي وحده كل يوم بابا قوم ورني وحده ضغط واحد بس بس بالطريقه الصح كل يوم كل يوم بس عده وحده لغايه ما تلاقيه هو بروحه سبحان الله وال 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 والطفل سبحان الله عضلاته بسرعه تاقلم بسرعه التغوى يعني عكس الانسان الكبير فتلاقيه بروحه ثاني يوم لا كنا ابي اسوي ثنتين بابا سوي ثنتين ثنتين باكر ثلاث عقبه اربع لغايه ما توصل انت مع طفلك انه يسوي 10 بوش تدري اذا طفلك يسوي 10 بوش كل يوم صح بنيته راح تتغير عضلاته راح تتغير السترينث مال راح يصير اقوى سبحان الله راح يتشكل جسمه فتخيل انت قاعد تدرب ولدك خلينا نقول عمره خمس خمس سنين او بنتك خمس سنوات اه وتدربهم على البوش ابس الصح والتمرين الصح اه انت قاعد انت قاعد تعطيه قاعد قاعد ينمو صح من وتشكيله عضلته راح تصير هم صح يعني لو باكر لما يكبر يبي يختار اي لعبه يبي يلعبها راح يكون عنده الامر جدا جدا سهالات فراح انت يبين انك انت شلون انت صقلت عضله جسم ولدك او بنتك والحين ننتقل حق فرث رياضيه تمرين اليوم واحد من تمارين الريول السكوات فيه انواع طبعا نوه ان عضله الريل معروف انها هي اكبر عضله بالجسم ف التمرين لها لما تحط مجموعه تمارين حق الريول تتم عليهم على الاقل شهر كامل عشان انت تاخذ الافكت الصح والريزولت الصح ف واحد من تمارين السكوات شو تسوي؟ هم طبعا عضلات الكواد هم اربع عضلات كل عضله تمارينها تختلف فانت كل عضله تعطيها كذا تمرين عشان خلينا نقول خلينا نسوي خلينا نقول يسوي من البليت حق العضله يعني تراوغ العضله نفسها عشان تعطيك الافكت تمام؟ هذا التمرين بالطريقه هذه شو تسوي؟ طبعا دائما انا احط البار شو احط فيه؟ احط السفنج عشان انا ما اتعور تمام؟ يكون هني داخل بهالطريقه هذه حلو؟ ريلي تسكر بهالطريقه هذه عشان انا اخذ الافكت مال التمرين تمام؟ ترفع ايدك فوق نزلها تحت مطلق الحريه الحين النزله مثل ما قلنا شد المعده وحاول انك انت تنزل بالجلوت ورا عشان ما تعور ظهرك وما تحس باي عوار بمفاصلك واللي منهم الركبه تمام؟ لان اي اي حركه غلط راح تحس انت بركبتك فيها عوار وقف لغايه ما انت تصيد الزاويه الصح تمام؟ فالطريقه هذه واحد تمام؟ اثنين تمام؟ ثلاث أربعة لا تنسى النفس اللي سويت الحين أنا خليت تركيز أكثر على عضلة الجلوت وشوية حق عضلة اللي هي العضلة الأمامية مالت الريل اللي هي مالت الكوادز وبعد نفس الوقت انا حركت الهامسترنجز اللي هو العضلات الخلفيه للريول ف وايد مهم النفس الصح وايد مهم اني انا اشد المعده بالتمرين عشان اوخر الافرد كله عن ظهري واقدر اتمرن بدون اي اصابه. وان شاء الله استفدتم من تمرين اليوم ونشوفكم حلقة جاية من برنامجكم كوفي كورنر.